برنامج الرقم واحد والذي نخصصه اليوم لأفضل لاعب هذا الأسبوع في كأس أمم أفريقيا مصر 2019. وفقا لتصويتكم الفائز هذا الأسبوع هو المغربي نور الدين أمرابط. نجم المنتخب المغربي حصل على 51% من جملة الأصوات متفوقا على المصري محمد صلاح والذي حل ثانيا ب 32% مقابل 17% للجزائري يوسف بلايلي والذي جاء في المركز الثالث. المغربي نور الدين أمرابط تألق بشكل لافت مع منتخب أسود الأطلس أمام كوت ديفوار ونجح في صناعة هدف المباراة الوحيدة يكون بحسب أصوات المتابعين الرقم واحد لهذا الأسبوع. دخل أسود الأطلس مواجهة كوت ديفوار في قمة مباريات المجموعة الرابعة وهم يدركون أن حسم المواجهة من شأنه أن يضعهم في ثمن النهائي ويرسل رسالة تحذير للمنافسين بأنهم رقم ثابت في معادلة المنافسة على اللقب. مركين مرابط كان من العناصر التي تعول عليها الجماهير المغربية ويراهن عليها المدرب إيرفي رونار. وعندما بدأت المباراة أثبت مرابط أنه على قدر الثقة والرهان. صال اللاعب وجال في الملعب، راوغ بمهارة عالية ودافع ببسالة نادرة وتحرك بفعالية كبيرة في كل أنحاء الملعب. وعندما تكتل الدفاع الإيطالي لم يكن لاختراقه من سبيل سوى مراوغات مرابط الذي نجح في التلاعب بدفاع الأفيال ليضع الكرة أمام يوسف النصيري الذي أودعها الشباك مدونا هدفا للمباراة الوحيد. مستوى مرابط اللافت وتألقه الكبير في المباراة منحه جائزة نجم المباراة كما جعله بأصوات المتابعين الرقم واحد لهذا